الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن في هذا اليوم المبارك ستكون افتتاحية تظاهرة عين تيموشن تقرأ. هذه التظاهرة التي يعني هي من تنظيم عديد الجمعيات وكل إطارات المجتمع المدني. إذن هذه التظاهرة ستكون إن شاء الله الانطلاقة هنا من المركب الثقافي لولاية عين تيموشنت. التظاهرة هذه إن شاء الله راح تبدأ يوم اليوم 6 جانفي تستمر إلى غاية نهاية شهر أبريل. خلال هذه التظاهرة إن شاء الله ستكون عدة نشاطات ميدانية، قراءة في الهواء الطلق، سيكون لنا محاضرات ورشات تدريبية حول القراءة وطرقها السليمة. في هذا اليوم ان شاء الله راح يقدم الاستاذ الباحث والكاتب الاستاذ ميلود رقيق، باحث في تاريخ منطقه عين تيموشنت، راح يقدم ان شاء الله دوره او محاضره تحت عنوان القراءه بين الامس واليوم، حتى يحثنا وحتى يشجع هذا الجيل حتى يقتدي باسلاف هذه الامه الاسلاميه، وحتى يكون جيلا مطالعا، جيلا قارئا، جيلا ناجحا في هذه الحياه. إذا دعوة للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع لحضور هذه المحاضرة ولمواصلة فعاليات هذا النشاط، نشاط تظاهرة عين تيموشنت تقرأ. إذا من هنا نرحب بالجميع، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم وشكر الله لكم، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم.